ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين. عنوان درس هذا المساء المبارك: أتعرف الحيرة؟ والحيرة موضع في العراق معروف، وهذا الأمر ورد استفهاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. إذا تبين من العنوان أننا سنتدارس قصة إسلام عدي بن حاتم وما كان قبلها وما سيكون بعدها مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم هو ابن حاتم الطائي جواد العرب المشهور الذي يضرب به المثل في الكرم، فيقال أجود من حاتم، وهو القائل أي حاتم: أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وخبره في كرمه وجوده أشهر من أن يعرف به، حتى قال القائل: يندب أحدا أو يعذره أو يقول أنه لا لوم عليك على حالة لو أن في القوم حاتم على جوده ظنت به نفس حاتم، ولا أظنه يصدق في هذا القول. فجواد حاتم وكرمه أكبر وأشهر. المراد عدي بن حاتم، لأن حاتما لم يدرك الإسلام وإنما أدركه ابنه عدي، وقد قال فيه القائل: بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. نأتي لعدي بن حاتم. لما بلغته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فر، لكنه فر من غير أن يأخذ أهله معه، فكان ممن أسر أخته أو عمته، والمشهور أنها أخته. فلما قدم بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قامت تلك المرأة وقد كانت عجوز، فقالت: يا رسول الله، نأى الوافد وهلك الوالد وأنا عجوز، ليس بي من خدمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن الوافد؟ هي قالت: نأى الوافد، نأى بمعنى بعد. فقالت: عدي يا رسول الله، عدي بن حاتم. فقال: هذا الذي فر من الله وفر من رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: فمن علي من الله عليك. فقبل عليه الصلاة والسلام أن يمن عليها. كان بجواره علي بن أبي طالب، ومن مثل علي؟ فعلي رضي الله عنه وأرضاه لما رأى ضعفها وعجزها قال لها: سليه حملانا، أي سليه شيئا يحملك إلى ديار قومك إلى أن تعودي. فسألته فأعطاها. فلما أعطاها أتت أخاها عديا، فلما أتته قالت له: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. تقصد أنه فر عن أهله، وهذه شيمة مذمومة في العرب، يترفع الأحرار ذو المروءات الشرفاء عنها، كونه ترك أخته، ترك عمته، ترك أهله وفر ينجو بنفسه. فهذا من المذام العظام عند كل أحد في العرب القدماء وفي إلى زماننا هذا. فقالت له: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. وانظر كيف أرادت أن يقع قولها من أخيها، قالت: ما كان أبوك يفعلها، تذكره بمجد أبيه. والإنسان إذا ورث مجدا عظيما من أبيه هذا يزيد الحمل عليه، يزيد من حرصه على أن يبقى المجد كما هو وأن لا يتغير ولا يتبدل حتى لا يذمه الناس. ثم قالت له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان وأصاب منه وأتاه فلان وأصاب منه. ترغب أخاها في أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي إلى المدينة فاستشرف له الناس، لأنه كان من الشهرة بمكان، وأصبح الناس يتناقلون الحديث قبل أن يصل عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: جاء عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل من إله إلا الله؟ يا عدي، أفرك أن يقال الله أكبر؟ هل شيء أكبر من الله؟ هذان طريقتان عظيمتان من رسولنا صلى الله عليه وسلم لعدي. ما معنى قوله عليه السلام؟ هو يقول لعدي، يقول له: أفرك، أي
منعك دفعك إلى أن تهرب أنك لا تريد أن يقال لا إله إلا الله؟ يا عدي هل من إله غير الله؟ أي أنت تكابر في شيء هو من الظهور بمكان ومن الحقيقة لكل عيان. أفرك أي دفعك على أن تهرب حتى لا يقال الله أكبر؟ كان هذا يقبل منك لو كان هناك شيء أكبر من الله، وهذا محال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وهل هناك شيء أكبر من الله؟ فهذه طرائق لأن يلين قلب عدي، لأن يدرك الحقائق. فقال عدي عندها: إني على دين، أي كما أنت لك دين أنا لي دين، فلست ملحدا، لست منكرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. فقال: يا رسول الله، أنت أعلم بديني مني؟ وقد أنا قلتها يا رسول الله أدبا، هو قال: أنت أعلم بديني مني؟ لم يكن قد آمن بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ألست من الركوسية؟ والركوسية كأنهم قوم يخلطون ما بين النصرانية وما بين الصابعة. ألست من الركوسية؟ ألست تأخذ المرباع من قومك وهذا لا يحل لك في دينك؟ فانظر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان حوله في جزيرة العرب من الأديان، وبما كان يعتنقه الناس، وهذا وحي السماء إليه، والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي جبرائيل عليه السلام. فقال: فلما قال عليه الصلاة والسلام تضعضع عدي، تغير الحال، تضعضع عدي ولان. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: أما وإنه يمنعك من أن تدخل في هذا الدين، أن تقول اتبعه ضعفة الناس وقال وعن قريب ستجتمع العرب عليه؟ يا عدي لئن طالت بك حياة. قال له بعد ذلك: يا عدي أتعرف الحيرة؟ قال: يا رسول الله لم أأتها لكني سمعت بها. فالحيرة كانت بلدا معروفا شائعا ذائعا لا يكاد يجهله أحد، خاصة رؤساء الناس وأشرافهم الذين إن لم يذهبوا يلتقون بمن ذهبوا إليها. قال: أتعرف الحيرة؟ قال: يا رسول الله. قال: نعم، لكني لم أدخلها لكني سمعت بها. قال: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى البيت لا تكون في جوار أحد إلا الله، ولا تسلبن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: يا رسول الله كسرى بن هرمز؟ قال: نعم كسرى بن هرمز. ثم قال: ولا يبذلن المال حتى لا يكاد يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. هذه الثلاث وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم عديا. ما الذي كان بعد ذلك؟ كان ما كان مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الأولى الضعينة، المرأة على الهودج وهي مسافرة، وهذا شائع من الاستعمال العربي. الله عز وجل يقول: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي يوم سفركم ويوم إقامتكم. وقالت العرب كما في شعر عمرو بن كلثوم: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، إلى غيرها من الأبيات المشهورة في نونية عمرو. والشاهد منها قوله: قفي قبل التفرق يا ضعينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعدي: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى بيت الله الحرام ليطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، ليست في جوار أحد إلا الله. وقد وقع هذا، فدخلت الحيرة في حكم المسلمين، وأصبحت المرأة لشيوع الأمن تخرج من الحيرة إلى البيت لا يقربها أحد. ثم قال: إنك كنوز كسرى بن هرمز سينالها أهل الإسلام. فكان عدي رضي الله عنه أرضاه ممن شارك في فتح فارس، وممن قدر له أن ينال شيئا من غنائم كسرى بن هرمز. وكسرى لقب يطلق على ملوك الفارس، كما يقال لمن حكم الروم قيصر، ولمن حكم الحبشة أبرهة، لمن حكم الحبشة نجاشي، ولمن حكم الترك خاقان. وكسرى بن هرمز كان يوم ذاك هو الحاكم المعاصر للنبي عليه الصلاة والسلام ولعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أرضاه. وقد جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى كسرى كتابا، وكتب فيه من محمد بن عبد الله إلى كسرى، وأخذ يدعوه إلى الإسلام. فاشتط غضبا لما قرأه وتلي عليه الكتاب، وقال: عبد من عبيدي يكتب اسمه قبل اسمي.
ومزق الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: مزق الله ملكه، فلم يقم بعدها لهم قائمة، فلم تقم لها لهم بعدها قائمة. في حين أن قيصر لم يمزق الكتاب. لكن هنا نأتي، وهذا استطراد واعذرني، في قضية الأعراف الدولية. الأعراف الدولية تبقى حاكمة ويبقى العاقل يقبلها ولا يرى ذلك منازعة لسلطان الله ولا أحكام شرعه، ولا يأتي يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وغيرها من الآيات التي في معناها. فهذا شيء وذلك شيء. فكسرى بن هرمز كان مجوسيا يعبد النار، ومع ذلك مزق الكتاب، لكنه لم يؤذي الرسول، لم يتعرض لمن حمل الرسالة إليه، لأن الأعراف تقول أن الرسل لا تقتل. من يبعثهم الملك، من يبعثهم الحاكم، تعارف الناس الحكام والعامة على أنهم لا يؤذون. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان من فارس وأغلظ له في القول وطلب منه أن يذهب معهما إلى كسرى، إلى باذان حاكم اليمن ثم إلى كسرى، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذي رسولي كسرى، كذلك كسرى لم يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا كما قلت أعراف كانت سائدة، سميها ما شئت، لا مشاحة في الاصطلاح ولا في التسمية، لكن العبرة بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ. والمهم أن آيات الله جل وعلا وأن شرع الله عز وجل حاكم على كل أحد، لكن المهم أن يفقه كلام الله، أن يفهم مراد الله عز وجل من كلامه، أن نعرف كيف نجعل النص حاكما في قضية ما، أن ننزله في المنزلة التي أراد الله عز وجل مخاطبتنا بها في ذلك الموضع. المراد بقيت الثالثة، وهو أن المال يبذل ولا يوجد أحد يقبله. قال بعض العلماء إن هذا سيقع في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، وقال آخرون إنه وقع زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأستبعد أن يكون هذا قد وقع في كل أزمنة عمر بن عبد العزيز، لأن الذين يشهدون آنذاك ما لا يجد أحد. عمر بن عبد العزيز رحمه الله حكم سنتين بضعة أشهر، فلا يستطيع أحد في تلك الفترة القصيرة أن يحكم عن أحوال الناس في الشام واليمن والحجاز والعراق، وأن كل هذه الأطراف من ممالك الدولة الإسلامية كان المال فيها يبذل ولا يقبله أحد. هذا بعيد جدا أن يقال أنه في غور تهامة واليمن وبعض أطراف الحجاز، من يستطيع أن يثبت هذا في زمن مثل ذلك؟ لكن قد يكون هذا في دار الخلافة في دمشق وقع ربما، لأن المال يجبى إلى دار الخلافة، لكن أن يقال هذا في كل أنحاء دولة الإسلام يومئذ وهي يومئذ مترامية الأطراف، هذا في ظني بعيد. كذلك أن يعلق هذا الأمر بنزول عيسى بن مريم تذهب المعجزة فيه، لأن بعد نزول عيسى بن مريم تكون أمور أعظم من هذا، أشد استحالة من هذا وتقع. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه سيقع قبيل نزول عيسى بن مريم، سيقع قبيل نزول عيسى بن مريم، ولا أجزم، لكن هذا الذي يظهر لي من الفقه في كتاب الله وفي سنة وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. الغاية من ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: أتعرف الحيرة؟ جاء مبينا أنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لما رأى عدي أن هاتين الاثنتين وقعتا، وهو خروج الضعينة من الحيرة إلى البيت الحرام، وأن كنوز كسرى بن هرمز أنفقت في سبيل الله، جزم أن الثالثة تقع. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والأمر الثاني أنه شاهد تحقق اثنين مما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ريب أن الواقع أعظم الشهود، وهذا يزيد الإنسان يقينا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل في حق الخليل إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلا يرقى إلى العيان شيء، لا يرقى إلى العيان شيء. ونظير هذا في القرآن أن الله عز وجل أخبر نبيه وصفيه ونجيه موسى بن عمران أن بني إسرائيل عبدوا العجل من بعدك، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ومع ذلك لما رآهم موسى عليه السلام وهو يعلم قبل أن يأتيهم أنهم عبدوا العجل ألقى الألواح، لأن ليس
الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. والمراد أن الحقائق أحيانا تثبت إذا وقعت، فيكون وقعها على النفس أعظم وأشد من كون الإنسان يسمع بها رغم حالي وصدق وثقة من حدثنا بها. وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم محال إذا صح عنه أن يرقى إليه شبهة في صدري في صدر مؤمن. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، من الله عليه بالإسلام، وقد كان الله قد حرم أباه منه قدرا. ومجد حاتم يقال في الأحاديث إن عديا أخذ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فقال له عليه الصلاة والسلام إن صح الخبر: إنما أبوك أراد شيئا فأصابه، أي أراد الذكر. فكان حاتم في كرمه لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، وإنما كان يريد أن ينال الذكر والمجد والأحاديث بين الناس. وقد مر معنا قوله: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وحاتم أحد أجواد العرب كما تعلم، ومنهم من جاء بعد ذلك في الإسلام كغيره ممن عرف بكرمه مثل عرابة الأوسي. الأول يقول: رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وكذلك قالوا عن رجل يقال له كعب، فإنه ينسب يقال له ابن سعدة، يقال إنه بلغ في المجد غاية، حتى قيل فيه أبيات كلها تخلد ذكره: رد كعبا فرد كعب فما ورد. والذي يعنينا هنا أن الكرم إذا أريد به وجه الله والسخاء والعطاء، إذا أريد به ما عند الله، ينال به الإنسان خيري الدنيا والآخرة. وقد مر معنا في هذا اللقاء أيوة الدرس المبارك قولنا: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. هذا ما تم وأعان الله على قوله من خبر إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. درسنا فيه قطفا نيرة من السيرة العطرة تحت عنوان: أتعرف الحيرة؟ والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليماً.